لان اتصال عندنا هاتفي رسل، نروح الى المنبئ الجوي الاقدم اسراء عمر. بدايه صباح الخير. صباح الخير يا اهلا اهلا بيك ست. طبعا هم بالمناسبه تكتب متنبئ ومنبئ، يعني هاي بعد الاثنين هي تقبلها. نفس الشيء. ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بالنسبه للاجواء الحاره اللي دخلت على فجاه بشكل غريب وارتفاع في درجات الحرارة، هذا فقط في العراق أم دول الخليج أيضا لامستها مثل هذه الأجواء؟ صباح الخير أعزائي المشاهدين. طبعا هو دخول هيك موجة حارة هذا متوقع من كل عام، يعني يصير عندنا تعمق بالامتداد المنخفض الحراري الموسمي يأثر على دول المنطقة كلها أو من ضمنها العراق، يعني بحدود يوصل الى يعني في هيك اجواء الى حدود بلاد الشام، يعني قد يتعمق احيانا في يعني وقت اخر من الصيف ويصل الى بلاد الشام، لكن حاليا هو الى حدود العراق يعني والمناطق اللي موجوده في جنوب العراق مثل دول الخليج، وهذا مو دخول مفاجئ، يعني هو جونا متعودين عليه، المنخفض الحراري الموسمي يتعمق بهيك ايام، فالطقس يعني راح يكون كل انحاء البلاد صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحراره الوسط متوقع تسجل اليوم بين ال 45 و 46، في بغداد بالتحديد 46 درجه مئويه، اما في مناطق الشمال راح تكون بحدود ال 39 وال 44، اما في الجنوب راح تكون بين ال 47 و 48 درجه مئويه، نعم. الموضوع غير مطمئن، يعني 48 و47 واحنا بعدنا ما واصلين تموز واب، المحصله بتموز واب ايش راح يصير يعني؟ يصير لا طبعا هو اليوم اكو تعمق، يعني هاليومين بهذا المنخفض راح يدفع هي كتل يعني منظومات، يعني قد يتعمق وقد يعني ينسحب المنخفض، فيعني ايام هيك وايام هيك، يعني عندنا من غدا ان شاء الله يعني شويه طمنتنا، يعني لا تتشائمون. رغم انه هو الامل راح يكون شوي ضعيف على اعتبار انه هو الطقس العراق هذا اللي جاف حار صيفا، بالتالي ما باليد حيله، يعني ماكو شيء جديد. لا طبعا اكو انخفاض، لا اكو شيء جديد، يعني شوي تفرحون به فد يوم. اي فرحينا شنو هو؟ اي فد نسمه برد. اي ما تخلوني افرحكم، اكو انخفاض من باكر يبدي قليل بدرجات الحراره، في الجمعه والسبت راح يكون عده درجات، يعني تصور راح تسجل بغداد بحدود 38 او 39 درجه مئويه، والشمال بحدود ال 34، وايضا الجنوب يعني بحدود 43، هذا الانخفاض يستمر الى نهار الاحد، ترجع تبدي الحراره ترتفع تدريجي، يعني ترجع 43 4، فهي يعني مد وجزر هي بدرجات الحراره، يعني يوم لكم ويوم عليكم. اي فعلا يوم لكم وعشرة عليكم بالصيف العراقي، يوم لكم وعشرة عليكم، يعني هي تحاول تعطينا امل، بس هو هذا الحر اللي موجود عندنا واللي الجميع تاقلم وياه بالمحصله تاقلمنا يعني. شكرا ست اسراء، شكرا جزيلا على هذا الايضاح وهذه المعلومات بخصوص الطقس في بغداد وعموم محافظات العراق، شكرا جزيلا.